من مونشن جلادباخ، هو مصطفى انا فاكر مصطفى كان معايا ضيف هنا في رقم 10، هو كان قريب فعلا من النادي الاهلي مظبوط في يناير، كان قريب كان قريب من النادي الاهلي في يناير. سيبك من اللي بيحصل دلوقتي. اللي حصل يعني وتدخلت عروض كتير، ويعني ده شرف طبعا لنا ان مصطفى فعلا كان وصل لمرحله، وحاجه كويسه ان في فرق بتتصارع ان هي يعني تضم مصطفى، ده شيء جميل جدا. اللي حصل ان النادي نفسه رفض، لان كان فتره انتقالات في اوروبا كانت قفلت، فطبعا هم رفضوا على ان مصطفى ما فيش البديل الجاهز له يلعب مكانه، فطبعا كان هيبقى المكان بتاعه فاضي. مفهوم. هو في يناير هم رفضوا، بس حسب ما انا فاهم من كلامك دلوقتي ان هم منفتحين ان هم يسمعوا عروض دلوقتي حاليا. طبعا هو مصطفى لما طلبوا ورجعوا كلموه قال لهم انا يعني مصطفى فاضل له سنه كده في العقد بتاعه. طبعا هم بيتكلموا على اساس ان مصطفى ممكن يتنقل حر في اي وقت الصيف الجاي، يعني في يناير ممكن يتنقل حر لاي فريق، فطبعا النادي حابب ان هو يستفيد من مصطفى باي شيء. اعتقد ان الانديه في اوروبا بتبقى عايزه تحسم امورها في مثل هذه الانتقالات، سواء بيع لاعبين او شراء لاعبين في فتره معينه هي الفتره الحاليه. هل في وقت محدد من نادي بروسيا مونش جلادباخ اتكلموا فيه مع مصطفى اشرف وانت انه لازم يتحسم الموضوع دوت؟ يعني قال لك والله اقصى وقت ممكن تحسم لي الموضوع دوت في اخر الشهر بالظبط. قال لك يعني هو يعني هو خلال 10 ايام مدينا معاه يعني ان احنا نتكلم ونحسم الامر، ان هو هيجدد للفريق ولا لا، ولا ناوي يمشي او يقعد. الاختيار كله لمصطفى وهو صاحب الراي، يعني انا مجرد ان انا والده طبيعي. يعني ممكن يعني نتناقش في الموضوع، ولكن تنصح. الراي الاول والاخر لمصطفى طبعا. هتنصحه